طب ما ينفعش نتكلم على الانجاز ده وما يبقاش معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب المقهى. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ ازيك حضرتك؟ وحشني جدا والله بجد حبيبي يا باشمهندس، ازيك حضرتك؟ قولي الاجنده اللي فيها كل الحاجات دي معاك جاهزه عشان ان شاء الله تنورنا ولا ايه؟ لا ان شاء الله منورك طبعا. ان شاء الله ان شاء الله تنورنا وتقول لنا كل جديد عندك. الف نوم مبروك على الانجاز ده يا كابتن، يعني ده انت دايما بتبهرنا بالنتائج في السباحه الحقيقه يا كابتن. حبيبي والله انا يعني بشكر الناس اللي عندك والابطال اللي حققوا البطوله دي، لان احنا للاسف السنه اللي فاتت كنا خسرنا في الطويله في الرجال، والحمد لله السنه دي عادل وكريم وحجازي الثلاثه ما شاء الله، يعني كان سبق، كان نفسي احمد اتفرج عليه الثلاثه الاول والثاني والثالث في النادي الاهلي بنفسه بعض، ما شاء الله حاجه مشرفه يعني. ما شاء الله زي ما بيقولوا كده خدنا بطارنا السنه اللي فاتت. طب قول لي يعني عادل كان بيلعب السنه اللي فاتت وكريم وحجازي ولا كان مجموع؟ للاسف كريم وحجازي في عشان حضرتك تبقى عارف، كريم في كندا وحجازي في امريكا. السنه دي اصرينا دول ابطال مصر وابطال النادي الاهلي ما شاء الله، اصرينا الحمد لله احنا قبليها بفتره بسيطه كلمت انا وكابتن علام وكابتن عبد الله صقر وكابتن فاضل واتفقنا احنا لازم نجيب سباحيننا اللي بره عشان ننزل السباقات دي ونكسب، لان احنا ما يعني احنا عندنا احسن سباحين في مصر صحيح وفي افريقيا وبره. صراحه الولاد اول ما بعثنا لهم اتفقنا معاهم وبعثنا لهم التذاكر حتى عندهم امتحانات اجلوها ونزلوا عشان خاطر النادي الاهلي، وانا بشكرهم على المستوى الشخصي وبنقول ان شاء الله على طول كده النادي الاهلي صاحب انجازات. لا ما شاء الله، وعلى حضرتك قلت لنا ده اسعدنا جدا. يعني خلي بالك يا كابتن، هو معلش هيقول لك انا هاجي من كل المشوار ده من امريكا او من كندا او واجي عشان اعوم هنا في مصر، يعني برضو بتبقى عمليه شاقه عليه جدا جدا في الجو الساقع اللي احنا فيه ده، فدي حاجه بتدل على معدن ولاد النادي الاهلي. لا ولاد رجاله جدا، واقول لحضرتك على حاجه، طبعا انت عارف حضرتك اجراءات الكورونا هناك في امريكا ولا في كندا بتبقى صعبه جدا. صحيح. وعدوا الاجراءات وكان عندهم امتحانات واجلوها وجم وتمرنوا، انت عارف حضرتك برضو العوم في البحر ده حاجه يعني صعبه جدا، صعبه جدا، صعبه جدا. صحيح صحيح. الاجواء كان الجو كمان متهيألي عبد الله حكى لك الجو كان وحش قوي، حتى في يوم اجلوا البطوله، في كان في حاجات يعني مستجدات صراحه، كلهم رجاله وانا بشكرهم وبشكر كل السباحين اللي كانوا متواجدين معانا وبشكر الجهاز الاداري والجهاز الفني على المستوى المشرف اللي شرف النادي الاهلي. حاجه جميله كابتن، والحقيقه وبنشكرك ودايما في العلالي كده ما بيقولوا السباحه في النادي الاهلي في العلالي يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. متشكرين جدا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا.